القضية أن نقاط الضعف ونقاط القوة عموما للجميع المتسابقين، القوة يجب أن تكون مميزة وفريدة. يعني إذا هذه القوة عند ناس كثير غيرك ما تعتبرها من نقاط القوة، هي نقطة حيدة، تمام؟ الشيء الثاني أن قد ما كانت نقاط القوة قليلة ونقاط الضعف كثيرة أكثر، قد ما كان نعم قدرتك على إنجاز المشروع أكثر، لأنك راح تحتاط بصورة أكبر بكثير وتطور قدراتك وموادك لتلافيها. يعني كثير من الشباب مع الأسف يحط وايد نقاط قوة أكثرها محيدة، ونفس الوقت يرتاح يقول لك ارقد وامن، لا إن شاء الله هذا المشروع ناجح. نعم، لكن بحذر من هذه القضية. نقاط القوة يعني اللي عرضتها حضرتك يمكن أقبل واحدة أو ثنتين منهم أنا شخصياً كنقاط قوة، نعم. بس أيضاً هذه مسألة نسبية. نعم.